لعلها النسخة الثالثة من رحلة يوا 2020. من القلب أقول شكراً بحجم السماء لكل المشاركين والمشاركات من المصورين والمصورات. نتشرف اليوم نحن جمعية صقور الإمارات للتصوير بتنظيم هذا الحدث مع أخواني في اتحاد المصورين العرب وجمعية الإمارات للتصوير. حقيقة حدث يعتبر الحدث الأكبر في مثل هذه البيئة الصحراوية. كل الشكر والتقدير للجهات الثلاثة اللي نظمت هذه الرحلة الرائعة على مدار السنة الثالثة، وأيضا نشكر المشاركين اللي هم كانوا هم جوهرة هذه الرحلة، اللي هم أثرونا تواجدهم في تجمع أكثر من 190 مشارك أو مصور على مستوى دول الخليج العربي، وهذا فخر لنا إحنا أن نجمع المصورين تحت خيمة واحدة أو تحت مظلة واحدة، بحيث نعم الفائدة والتعارف وتبادل الخبرات في هذه الرحلة.